شاد مازال ما مزوجش باقي اعزب. غير البارح تنهضروا معاه تنعنقوه تناكلوه تنشربوه تيحضر معانا بحال هكا عزيز عليه السنه الحمد لله. دار واحد العمليه رجليه تطور هذاك الشيء تشمع في الكبد مات الله يرحمه دعيو معاه من القلوب ديالو. اذا الانسان ما يكونش عنده داك الشيء ديال يبدا يسحب واش راه الموت راه ما كيعلمش راه ما كيدقش عليك راه فجاه. يا من بدنيا واشتغل وغره طول الامل الموت ياتي بغته والقبر فبغته. راه الانسان ماشي لا بدا تمرض ولا عندك 100 عام تقول دابا شي واحد خصك 3 سنين تقول لك انا ما بغيتش نزير راسي. مالك انت تزير راسك غادي تصنع لنا الصواريخ؟ ما بغيتش نزير راسي اش غادي نزير راسي؟ شتي عندنا دابا كنترتقوا اش كنديروا بزيرو؟ لازم تصلي وتبعد على الحرام البين واتق الله ودرت شي معصيه تستغفر وما تعداش على راسك وعلى والديك وعلى على خوتك. ولا شي بنت كتقول لها ديري الحجاب تقول لها ما بغيتش ندفن شبابي. شوف على الاجوبه هذه كده ما بغيتش ندفن شبابي. دابا الا سترتي انت راسك زعما دفنتي شباب قول لها عريتي راسك راه غيلبت عندك الشباب حب الشباب اخلو اصيد. الناس عندهم شي واش واحد لابس الصباط تقول لها يلاه نصلي تقول لك لا لا لابس الصباط. وشو على هاد الصباط مفيكسي معاه و ديال الحديد ما كيتحيش. شو العذر شو الجواب كيداير الانسان كي ما كيستحيش من الله كيفاش لابس الصباط؟ راه كاين اللي ما عنده رجلي وكيجي يصلي كيجي كيزحف. دابا عندك الركابي